إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن أهم مادة فعالة بنستخدمها في علاج ارتفاع ضغط الدم، والمادة دي لها مميزات يعني كويسة جدا هنوضحها في الفيديو ده. السلام عليكم، الأخبار؟ يا رب تكون دايما بخير وبصحة سعادة. إن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن دواء مشهور جدا، يعني بيعتبر من أهم الأدوية اللي بتبقى منتشرة، وفي طبعا أدوية منتشرة جدا عن الدواء ده، بس احنا هنقول المادة دي اسمها لابيبريس. طيب الدواء ده بيعالج ارتفاع ضغط الدم المرتفع. المادة الفعالة اللي موجودة فيها اسمها لابيتالول. طيب المادة دي لها مميزات، طيب والاستخدامات المميزة بتاعتها ان انا بستخدمها في علاج ارتفاع ضغط الدم المرتفع في حالات الحمل. طبعا زي ما احنا عارفين ان حالات الحمل ما ينفعش نتدخل فيها او ما ينفعش نستخدم اي ادوية يعني خاصة بارتفاع ضغط الدم عند الحامل الا بعد استشارة الطبيب المتخصص، لان الادوية او المواد الفعالة اللي بنستخدمها في الحمل بتبقى قليلة جدا وصعب نحفظها وصعب نركز فيها، يعني لازم نرجع فيها للطبيب. طبعا الكلام ده مش عندنا، انا بقى هميز لك المواد الفعالة اللي بنستخدمها في الحمل. احنا مجمعينها في كلمة نملة. طيب يعني ايه بقى؟ يعني الان دي بنرمز لها اللي هي النفيدبين. طيب الام بترمز للميثايلدوبا، عندي ال اللابيتالول، عندي الاتش اسمها الهيدرازين. طبعا المواد الفعالة دي بنستخدمها فقط في الحمل، يعني المواد الفعالة دي بتبقى آمنة جدا على الحامل. يعني بص مفيش يعني اسمها ايه نيمونيك، يعني مفيش نيمونيك احسن من كده. يبقى كده لو حد سألك ايه هي الادوية او المواد الفعالة الآمنة على الحامل هتقول له نملة، يعني يستغرب منك يعني نملة دي يا عم؟ هتقول له الان دي يعني نيفيدبين، والام دي يعني ميثايل دوبا، والال دي يعني لابيتالول، والاتش دي يعني الهيدرازين. هيقول لك طب كويس جدا، وكويس اللي احنا جمعناهم في حاجه زي دي، لان الادويه اللي احنا بنستخدمها في علاج ارتفاع ضغط الدم يعني بتبقى صعبه شويه، فاحنا جمعنا لك اشهر الادويه اللي بنستخدمها في الحامل. طيب الماده اللي معانا اسمها اللابيبريس، واللابيبريس دي فيها مادة اللابيتالول. اللابيتالول يعني مرت عليا قبل كده في كلمة نملة، ال L دي كان اسمها اللابيتالول. طبعا هتبقى سهلة عليك وهتقدر تحفظها بكل سهولة. طيب طبعا اللابيتالول دي بقى اللي هي اللابيبريس او اللابيتالول في منها IV، بس خد بالك بقى ان اللابيتالول دي ما ينفعش للستات اللي عندها ازمة او اللي عندها congestive heart failure. طبعا دي من المشاكل الخطرة جدا اللي ممكن نستخدم فيها اللابيتالول، ممنوع نستخدمها للست اللي عندها أزمة أو congestive heart failure. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. تعال بقى نرجع للمادة اسمها لابيبريس اللي هي الأقراص، في منها 100 وفي منها 200 تقريبا، والجرعة بتاعتها بتبقى مرتين بس في اليوم، يعني كل 12 ساعة. طب ايه الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل بسبب استخدام الأدوية دي؟ يعني الست هتلاقي جاية تشكلك من دوار أو همدان في الجسم او اصفرار في الجلد، وفي بعض الاعراض الجانبية اللي بتبقى قليلة شوية زي مثلا القيء او انخفاض حاد في ضغط الدم. وطبعا في بعض الحالات القليلة جدا ان ممكن الدواء ده يعمل عندك صداع، يعمل عند الست صداع، قليل جدا يعمل عند الصداع. يبقى اشهر الاعراض الجانبية اللي ممكن تحصل بسبب استخدام لابيبريس ايه هي؟ عندك دوار، صداع، غثيان، اصفرار في الجلد، ودي عرض من الاعراض المشهورة جدا وممكن يحصل عندها صداع. وزي ما قلنا ان المادة دي شغالة كبيتا بلوكر، والجرعة بتاعتها بتبقى قرصين في اليوم، قرصين مرتين في اليوم يعني كل 12 ساعة، والجرعة دي اللي بيحددها الطبيب على حسب الحالة اللي قدامه. وقلنا ايه هي الادوية او المواد الفعالة الامنة على الحامل في علاج ارتفاع ضغط الدم اللي هي نملة، اللي هي الان نيفيدبين، عندك الميثايل دوبا، ودي اللي هو الميثايل دوبا اللي هو المشهور جدا اللي هو الالدوميت، يعني كان تاثيره في علاج ارتفاع ضغط الدم كان بيبقى قليل، وبالتالي الاثار الجانبيه بتاعته كانت بتبقى قليله برضه، يعني هو ما كانش بيخفض من ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، بس يعني هو يعني كان كويس والاعراض الجانبيه بتاعته بتبقى قليله برضه.
وعندك ال اللي هي الابيتالول، ودي اتكلمنا عنه وقلنا اهم معلومه فيه ان القرعه بتاعته بتبقى مرتين في اليوم، وما ينفعش للست اللي عندها ازمه او كونجستيف هارت فيلير، لازم تاخد بالك من الحاجات القليله دي او النمونيك اللي بتخفف او اللي بتسهل عليك حفظ الحاجه. وعندك الاتش اللي هو الايه الهيدرازين. وبكده نكون انتهينا من حلقه اليوم، نتمنى ان الحلقه تكون يعني كويسه وسهله وبسيطه، ونتمنى ان يكون النمونيك ده عجبكم، ولو عجبكم فعلا ريت قولنا رايكم في الكومنتات تحت، ولو انتم حابين موضوع معين نتكلم فيه اعرضوه علينا وان شاء الله هنتكلم فيه في الحلقات القادمه.